ايدي ساكت منه قاعد شغل لي الوية نهار يا حرام من غيره البيت رح ينهار عايزين ايه تاني مننا ولا حتى عجبكم شكلنا دايما على دور مش راضيين وانتو بتشتيكوا مننا واحنا وياكوا عايشين ها انتو تقولوا دايما بجيوب فاضيين الو ايوه فندم احنا بينكي كلينك مع حضرتك النهارده احنا عاملين لحضرتك اوفر انت والمدام تنظيف بشره وهوليوود سمايل وكل ده فور فري معلش سوري تفضل 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 يا فندم تفضل هاي كيف جيتوا هلا؟ قصدي فكرت ما بحدا حيجي؟ لا طبعا نيجي مش ليه مش قابلنا حد انتوا مختومين على الجامعة؟ ما عرفت شو يعني مختومين اكيد ليه اكيد؟ ما تنجوزوا؟ لمين؟ ما بعرف انا هيك لا في اليمين تبقى مختومين الله يستر من الدنيا اللي قاعد فيها تفضل تفضل مساء النور ازيك ايه الاخبار كويس تفضل اللي معاك خطيبتك ولا مراتك تحبها تحب تضايقها يعني بحب استفزها ساعات بحب اشوفها كده بتيجي ساعات طيب بص احنا دلوقتي مفروض ان احنا هنلعب لعبة معاها كده تخليها تغير بس احنا عايزينك انت تكون مستعد انك تلعب معنا انت مستعد؟ شكلي وشي فعلا هيبوظ هيبوظ عايزك بقى تتوتر على قد ما تقدر تسبل للبنت على قد ما تقدر وتحس ان انت عامل جريمة على قد ما تقدر عشان ده اللي هيساعدنا يلا بص الاستاذ لو سمحت الاستاذ اللي هيبوسك يا عريس ماشي حبيبي عامل ايه؟ كله تمام ولا 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 جايب اي حاجه لا انا كده اقوم امشي بقى واسيبكم مع بعض كفايه وش او حاجه كده كفايه كفايه خلاص حلو كده علم علم حلو قوي كده خلاص خلاص حلو كده قوي ميرسي يا مندو اتفضل يا باي فكر بقى اكنك الله يعينك الله يعينك ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده انت بتهزر لا انت بتهزر مفيش حاجه ايه ده مفيش حاجه يعني ايه ده انت بتعمل ايه ده كريم بس ايه ده كريم كريم بس مفيش حاجه كريم ايه ده انتوا بتهزروا ماله ايه ده ماله معرفش دي حاجه مفيش حاجه ايه ده كنت فين انت ابلكيشن ايه اللي بتملاه على وشك ده ابلكيشن بملى ابلكيشن على وشك لا تصرخي صوتي كتير عالي صوتي كتير عالي شوفي وين عالي ما دخلك اصلا لك شو لمينا بتعلي ايدك روقي شوي روقي شوي ايه اطلعي بره اطلع لبرا مين انت اللي طالعيني مين انت اللي طالعيني ايه خلاص لا 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 ايدي بس مدي ايدك بشكلك مثل الشباب روقي شوي جو شو خاطب ابو علي ايه ده
ايه ده؟ يا حبيبتي بس يا حبيبتي ايه؟ سهل على الوقت دي انتي اللي على الوقت. لا هما بيهزروا صح؟ حبيبتي ده هي بس الدكتور كان الدكتور بتعمل ايه؟ بتحط الرجل على خدك؟ لا مفيش حاجة زي نور. معلش اتاخرت عليك. اتفضلي اتفضلي. عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ اسمك ايه؟ نغم. نغم؟ مش مصريه؟ لا امال. ما شاء الله ايه الجمال ده. بس عايشه بمصر بقى بحكي مصري. والله طب بس انت اللغه بتاعتك حلوه قوي حتى من غير ما تحكي مصري يا نغم. عندك كام سنه؟ انا 19. ياه دي صغيره قوي. بس انت وشك ما فيهوش اي حاجه. انت جايه تعملي ايه في وشك؟ ما فيهوش اي حاجه. مش مفيش حاجه. تعالي نبص كده. بص على وشك. هو انا اولا ببدا بالبلازما ماشي وبعد كده اتفضلي ارتاحي ارتاحي. بصي احنا بنبدا الاول بالبلازما وبعد كده بنعمل عنايه بالبشره. ارتاحي بقى كده فري نفسك كده وارتاحي خالص. ما تركتي وراكي اهو. يلا يا ريت رنا. ايوان يا دكتور لو سمحتي عايزه كريم من هنا. حاضر. انا عندي برد ففاهمه خليني مش حاسه اني. وبعدين النهارده اشتغلنا كتير قوي انا يعني. والنهارده اصلا الجو برد يعني بيقولوا في مطر. انا جاهزه ولا حاجه؟ اتفضلي. ما هو انا عايزه البخور. كنت كبير ولا صغير دكتور؟ ايه كبير ولا صغير؟ لا ارتاحي بقى غمضي كده وارتاحي عشان اعرف اشتغل. اوكي. هو فين ال فين ال الفرشة اللي احنا بنستخدمها اللي هي بتاعت المساج؟ حاضر. في اتنين كده ظهر منهم حاجة كده مش عارفة كده على المونيتور واتسجلت على اتنين من كانت بنت اللي هي شعرها اصفر ديت وشاب تاني يعني في الكاميرا. الكاميرا مسجلة عندك؟ طيب انا جاي حل. خلاص يلا اتفضلي. انا جاي جاي اروح اشوف. اتفضلي. في مشكلة؟ لا لا ابدا. هو بيقول اني في حاجة على الكاميرات ظهرا وفي حاجة مش طبيعية. ارتاحي ارتاحي. تمام اوكي. احنا عندنا هنا كاميرات يعني البرايفسي والسكيورتي. رنا خليكي هنا معاها لو سمحتي دقيقتين قبل ما يجي. خليها بس ريلاكس. خليها تغمض عينيها. يا استاذنا لا 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 شو بدك هلا؟ تفضلي. انا عايزه افهم يعني. تفضلي رنا. انا عايزه افهم يعني شو عملتي لبوشه؟ انت ازاي؟ مفيش حاجه. ايه اللي مفيش حاجه؟ شوهتيها؟ في ايه؟ خلاص؟ لا لسه ما خلصتيش. خلاص؟ لا لسه ما خلصتيش. ليه شوهتيها للبنت؟ ما خلصتيش ايه؟ طب ارتاحي. ما خلصتيش خربان بوشي؟ لسه ما عملتلكيش حاجه والله. ما عملتيش ايه؟ انا بس لسه بحطلك الكريم. لسه ما عملتيش كريم ايه؟ انت عايزه تحطي ايه تاني؟ بتتكلمي كده ليه اصلا؟ لا تعالي. انت ايه اللي تعملي وشي ده؟ امسكي شعري. امسك شعرك. ايه ده دي؟ بوظتيلي وشي. خلاص خليه بايظ بقى. روحي بيه بايظ يعني. انا هروحك بايظه. يا سلام. قولي يا سلام. ايه يعني؟ انت يا استاذ اللي جايب خطيبتك وقاعد تبوس في الهنيسة. يا دكتور يا دكتور يعني ايه ماليش دعوه؟ يا مالكيش دعوه. صاحبتك يعني انت موافقه؟ مالكيش دعوه. انت موافقه يعني؟ ما دخلك. وبعدين يا دكتور اصلا ما حصلش الكلام ده على فكره. انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ شفتونا؟
اجيب لك الكاميرات تشوف. هاتيلي الكاميرات طبعا. ماشي اوكي اتفضلي ادي عشان الكاميرات. هلا مش عايزه وش البنات. خلاص ان شاء الله عندك موصل. تشوفي لها حل في الموضوع ده. مش هعمل لها حاجه لما تتكلم عادل الاول. اتكلم عادل ليه يا ماما؟ انت مش عارفه تعملي ايه؟ لا ما عملتش. انت دكتوره حماره. ايوه انت فاشله. ايوه فاشله. ايوه انت بقى اللي هتيجي تعلميني. بيروت ايه اللي انت كنت فاتحه فيها؟ انت بوظتي بلد بيروت. انت اللي هتيجي تعلميني بقى الفاشله. اه انا هاجي اعلمك يا حبيبتي. انت صغيره قوي على الكلام ده. نص نص مش زي ما هي. ايوه حبيبتي ربنا ان شاء الله. اه ما شفتش كده صراحه. اقفلي يا صاحبتي يا رنا. يلا حبيبتي اوعي ايدك بقى. انت بتروحي المدرسه؟ اقول لك بروح فين؟ لا ما تقوليليش. اه ابعدي بقى. ابعدي انت. طيب يلا لا بس انت يا استاذ عشان ما ينفعش تبصي اصلا. لا انا بس انا عايزاه اقول لك ايه بس شويه. لا ما تكلميش كده. انت ولا ايه؟ مش كده. بقولك قد كده يا حبيبتي. قد كده ايه بس؟ لا تعدي وانت بتتكلمي. اقفي عادي واتكلمي مع امك. لا اقفي عادي يا حبيبتي. خلاص طب انت هتشوفي لها حل. طيب في الموضوع لا مش هشوف لها حاجه. شرع انا مش فاهم انت عادي. ايوه دي انا. بقول لك ايه ما تمديش ايه؟ اوعي انت اتجننتي ولا ايه؟ انت اللي اتجننتي. انت عايزه ايه مني؟ دلوقتي حبيبتي لو انت ما اهديتيش وشك ده هيبوظ خالص هيتشلفط. تبقى بني ادمه تانيه. هتبقي زيه بس هتبقي راجل كده عشان فطولي كده. والله اه عشان تبقي راجل يا حبيبتي. طب وريني انا بدخلك الراجل بقى عشان تبقي راجل. يا ريت شرفتيني. شرفتيني كده. اه شرفتك. تقدري شرفتيني عشان فطولي. عشان فطولي. اه شرفتيني. اه لو تقدري شرفتيني عشان انتي احنا موزعين عشان جنبي. يلا شرفتيني والنبي عشان محتاجه الشرفات بقى. انت اللي قاعده شرفتني. انت رايح فين؟ اتفضلي خليكي انت بقى بوشك ده خليه يخرب بقى وهو عمال. انت رايح فين؟ عايزاني بره هنشوف حل للموضوع. شفتي مش بقولك جايب مع واحد صاحبه. انت مالك اصلا؟ اه اتفضل. ليش يا كمان؟ ايه ده؟ شو لا ضحكتي. هو ده اللي هتشوف حل؟ بتتكلم معايا وهي كانت واقفه اساسا. جايب معاك واحد صاحبه ليه حق تبص؟ هي في العياده؟ ما هو ده صاحبه اصلا. ده صاحبه فعادي براحتك بقى عيشي حياتك. طب بس ظبطي لو مش صاحبه. خطيبه ايه وكده؟ بس شوفي شوفي بقك حبيبتي نضفيه من القرف اللي كنت بتعمليه. ايه ده؟ سبحان الله لسه واخده بالك؟ انت ليه شيكي ملحقه عليا كده؟ رنا لو سمحتي اقفلي يا رنا العياده. ليه انت اللي همك اقفلي العياده عشان عيادتك ما تبصش صح؟ اه ما تبصش طبعا. امال انت يعني هيهمني انت يا ماما؟ لا انت الناس اللي بلدي كلها لازم تعرفي ان انت دكتوره مش دكتوره. اقفلي يا رنا لو سمحتي اقفلي. دي مش دكتوره. رنا انت ليه ملحقه عليا؟ سمعت العياده يا جماعه. ليك حق. ما قلت لك ما صدقتيش. قلت لك هيك. صراحه والله انت زعلانه مني. ليكي حق والله. يعني ليه بتضربيني؟ شوفي انا قلت لك هيك. قلت لك شكلها مثل الصبي. اه خلصت يا امي. انا عم بحكي معاها. انت حلوه. انت شو بدك تقولي يا حبيبتي؟ مش شرفتها لك وشك انت كمان حبيبتي. لا شوفي بالعكس. لا رجعي لي 100 مره يا حبيبتي. مالك؟ بتقارني نفسك بمين اصلا؟ ما بعرف. ايه دي بقى دخلك؟ يا دي بس. ايه ده؟ ايه ده؟ يا عمي شو بدك تقولي لي؟ بس بقى. انت بتعملي ده؟ انت اتفضل اتفضل انت بتحكي بقى. آه بس وشك بتحكي. ايوه بس بتحكي بجد. ايوه لا برافو دكتوره جميله بجد. برافو سقفي معايا. برافو عشان ما تزعلي. انت ايه عن جد انت اللي متضايقه؟ انت مش شايفه جدا شبهها معصب ملحقه. انت متعصبه كده ليه؟ لسه ما ببوظتلكيش وشك قوي. لسه هبوظلك اكتر. هلا عليكي وشك مصدر وشي هلا ساعه بيروق على فكره. يعني انت ليش هالقد معصبه؟ هيدا منه شيء. ده كريم انا عملته 100 مره بيعمل احمر. ايه عندي ما دخلك اصلا. طب بس انا خايفه عليكي. ما ما بيصير وشك مالكيش دعوه. وشك يعني مش اصلا. اه اه ايه ده في ايه؟ انت ايه ده اتجننتي ولا ايه؟ مالك يا حبيبتي مش كده؟ شوفي لي حل في وشي. يلا شوف لها حل في وشها. شوفي لي حل في وشي يا دكتور. دكتوره ايه؟ انا مش دكتوره. ما ينفعش اقول لك دكتوره. انا مش دكتوره. انا مش دكتوره. عايزه اقول لك. لا لا ايوه انت مش دكتوره فعلا. غريبه جدا على فكره. يا دموازيل يا دموازيل روقي 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 روقي. انت ايه اللي مدخلك هنا اصلا؟ يي هلا انت بتقولي لي وين بدخل؟ لا لا روقي روقي شوي بقى. امي انت يلا يلا برا. لك مين انت؟ لا لا خليكي خليكي. انا عايزه تقولي يلا برا برا. والله ما تقعدي. والله ما تقعدي حاجه يا شيخ. برا والله ما تقعدي حاجه. مش كان بدافع عنك. والله لا تقعدي. والله لا اوريها الفيديو. اقعدي اقعدي اوريها. اقعدي اوريها. يلا انت جميله والله ليها حق الصراحه. الصراحه الراجل يعني جنن لما شاف. قلت لك مالك اصلا؟ ما هي ايه مالي؟ انا صاحبه العياده هنا. انا اللي قرر. لا انت مالك صاحبه العياده. اسمك صاحبه. اوه لا لا عيب 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 يعني عيب عيب. حبيبتي ايه بس؟ انت ما تكلمش النهارده معايا خالص.
خلص اتركيه انا محلك بتركه. بقول لك ايه، تعالي حبيبتي تعالي محلك بتركه. والله احنا البنات لو احنا تاخديه على جنب كده وتبدا يلا انا بره باخده على جنب يعني مثلا ادب بتقوم لاخدك على جنب يعني ليش شيء انا بره انت بتعملي انا عايزه بيتك شيء تضربيها ولا ايه؟ اه اضربها. لا انت هايصه هنا. لا هضربها. لا هايصه مفيش حد هنا. انا هايصه. تعالي تعالي ابعدي عنها سيبيها. شو بدك فيي يا جماعه بعد حبيبتي؟ طب ايه ده ايه ده ايه ده خلاص شو بدك رحت لي ايدك شيل ايدك شيل ايدك راجب شيل حوش صعبك عني والله جميله وهي بتغني راجب جميله صاحبك والله انت مش دكتوره ولا اي حاجه اصلا شات 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 لا ما تش تضربيني انا كمان بدك تروقي بدك تروقي تعالي تعالي خليها تحكي فيها على هنا احنا فيها على هنا لا 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 مش هيك مش هيك مش يا بنتي شوفي لا عم تأذي عم تقرصي انتوا الراسه ممكن نشوف حل قبل الموضوع ده يعني انت شو خاطب ابو علي عسل يا ابو علي يا خفيف سيبك من اي حاجه بس دكتوره انا شوفي لي حل بوشي لا انا مش هشوف شيء مش ده شوفي وشي طب تعالي انا بعطيك تعالي تعالي شوفي تعالي تعالي شوفي اي حد وشي اي كريم طب يا دكتور طب اي طب تعالي 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 شوفي وشك الاول تعالي والله والله يا شوفي وشك الاول والله امسك امسك اشتغلي انا اشتغلي لها فوشها ترى هي فوشها انت محتاجه هيدي شو بدها جديد انا اشمله انا اول ما شاء الله من كتر اللي انت عملتيه بقى عملت حاجات كتير زيك بالظبط زي ما عملت يا حبيبتي بدك ظبط لك وشك تعالي خلاص لا انت مش طبيعي مش طبيعي ولا كلمه اصلا مش طبيعي ولا كلمه مش طبيعي احط لك كريم واحط لك كريم مش طبيعي والله احط لك مالك فيكي ايه بس لا 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 توما كسرت الكلينيك كسرتي الكلينيك ليه 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 عشان نفسي اللي ما ترميها طب تعالى عاوز احط لك بس قول لي الكريم بتاعك اسكتي بص كريمك ايه بس لا ضارب اسكتي قرف خربان اكشوفي صلاحيته ماله خربان بجد اه كده وشك باوز عندك بروبلمات بالبشره او ايه ليكي ليكي شو عندك عندك اي انت روح روح انت بتزعد هون على فكره وشها بايظ يا دكتور عايزك عشان تم عاملها تعالى ظبطيها بس اقعد هونيك احمد اعملها في وشها طب يا ريت انا هقعد بعد اذنك عرفت اسمك منين اكيد سمعتني وقت ده عرفت اسمه من وين؟ اعطاني رقمه واسمه ماشي انا قلت لك ما بكذب يعني شو بدك شوفي شوفي شو بدك؟ شو بدك؟ يلا لبرا شو خص هيك؟ ليه عم تحكي لبناني هي لبنانية شيء؟ لو معها بس لبناني تبعك ما كسر برا مين انت؟ برا انت اخذتي رقمه؟ اخذتي رقمه؟ يس بديه او ماي جاد قوم لنحكي شوي مخيفة قوي والله مخيفة مش معقولة تكون بنوتة مش بنوتة مستحيل تكون بنوتة مستحيل بنوتة مستحيل بنوتة مستحيل تكون بنوتة مستحيل بنوتة صحيح بنوتة ها يا بنوتة خلاص 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 حقك علي انت بنوتة خلاص كفاية ضرب اشتميني انا مش بنوتة طب بقول لك ايه انت ايه بقى يا حلوة قولي لي يا قمر حلي عني هحل عني بس اقول لك على حاجه بس انتي اساسا ما ينفعش تيجي سيبك انتي عايزه حاجه اكتر من الشيء انتي هتبوسيني غصب عنك على فكره وهترضيني عشان احنا بنعمل مقلب اهو انا بنهزر معاكي انتوا بتهزروا ده كله كده بتهزروا وشك زي القمر وده كريم بيروح على طول مفيش اي حاجه خربطتولي وشي لا مفيش حاجه انت قمر قول لي ده هيروح في غسل ايه هو متفق معانا على متن قولي انا موافقه على عرض الحلقه على عرض الحلقه ورمضان كريم ورمضان كريم باي